الحملة العسكرية الروسية في سوريا أثارت في موسكو جدلا ليس فقط حول ضرورة القضاء على داعش، وإنما أيضا عن قلق الروس من إراقة الدماء الروسية في سوريا. استطلاع الرأي الذي أجراه مركز ليفادا قبل بدء العمليات العسكرية كشف أن تعبئة الرأي العام باتجاه ضرورة مكافحة داعش باعتبار أنها تهدد الأمن القومي الروسي لم تحقق أهدافها، حيث عرض نحو 96% إرسال القوات الروسية إلى الخارج بما فيها سوريا. الدبلوماسية الروسية لم تصمد أمام الانتقادات التي وجهت للغارات الروسية في سوريا. أتحدث عن الحملة المعادية لروسيا التي أطلقتها وسائل الإعلام منذ بدء التحركات العسكرية الروسية ضد داعش بطلب من حكومة دمشق، حيث اتهمت روسيا بأنها تسعى لتحقيق أهداف أخرى وأنها تقصف المعارضة المعتدلة دون أي دليل. منطق موسكو في تفسير إرسال قواتها إلى سوريا كان ضعيفا، فبعد أن كانت ترفض الحل العسكري للأزمة السورية لجأت له لدعم نظام الأسد أو لحماية مصالحها، ما أجبر روسيا على إحداث تغيير في أدائها الإعلامي. لم يقتصر على أن وزارة الدفاع أصبحت تقدم أخبارا على مدار الساعة ولقطات تلفزيونية بارعة لصواريخ وغارات جوية، وإنما ركزت البرامج الحوارية في القنوات الروسية على شرح مخاطر داعش والمؤامرة التي تتعرض لها سوريا وضرورة تدخل روسيا لحماية أمنها. الحملة الدعائية وصلت إلى النشرة الجوية لتعتبر أن أحوال الطقس مناسبة لشن غارات جوية، ما اعتبره مركز ليفادا سببا لإحداث انعطاف في الرأي العام بعد استطلاعات أظهرت أن 72% لديهم رأي إيجابي عن الغارات الروسية، فيما لمسنا أن قطاعات أخرى لا تزال تعارض. أنا ضد إرسال قواتنا إلى سوريا لأنه يجب أولا حل مشكلاتنا هنا. أنا ضد إرسال قواتنا إلى سوريا لأنه قد يؤدي إلى أعمال إرهابية في بلدنا. المواطن الروسي وجد نفسه وسط سيل من الأخبار عن العمليات الناجحة للمقاتلات الروسية التي تدمر عشرات المواقع لتنظيمات متطرفة وتقضي على المئات منهم، ما فسح المجال لتنامي مشاعر الفخر والقناعة باستعادة روسيا لنفوذها كقوة عظمى، ومكن بعض البرلمانيين من الحديث عن إرسال متطوعين للقيام بعمليات برية ضد داعش. ورغم ذلك لا تزال العقبة الأساسية بدون حل، وهي كيف ستتعامل موسكو مع ردود فعل المجتمع في حال سقوط قتلى من الجنود الروس في سوريا، وكيف ستقنع المواطنة بتحمل الأعباء الاقتصادية لهذه العمليات العسكرية. مازن عباس، العربية، موسكو.